في مهرجان جماهيري حاشد أشهرت مكونات شعبية وشبابية ومنظمات في المجتمع المدني وشخصيات وطنية مستقلة اليوم بصنعاء الهيئة الشعبية لدعم القيادة السياسية في تثبيت الأمن والاستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. دعما للقيادة السياسية ومن أجل تثبيت الأمن والاستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، شهد ملعب الشهيد الظرافي صباح اليوم بالعاصمة صنعاء مهرجانا جماهيريا واسعا رأى فيه المراقبون مخرجا لتوظيف الضغط الشعبي لصالح ثوابته الوطنية، بدلا من الانسياق في تحشيد ثنائي هو من الاستقطاب السياسي أكثر منه عملا وطنيا خالصا. أن الهيئة الوطنية الشعبية لدعم القيادة السياسية لتثبيت الأمن والاستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي هيئة من الشعب وإلى الشعب مع الوطن كافة الوطن، وأننا لندعو كل أبناء الشعب إلى اصطفاف وطني من أجل اليمن الذي وصل إلى أسوأ المراحل جراء انفلات الأمن والمناكفات السياسية والحزبية الغير مسؤولة. المهرجان الذي نظمته اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية الشعبية لدعم القيادة السياسية لتثبيت الأمن والاستقرار دعا الشعب بكافة أطيافه إلى استنهاض دوره الفاعل في الاصطفاف والتلاحم الشعبي الداعم للقيادة السياسية في استقلالية اتخاذ القرار. الشكر لله سبحانه وتعالى ثم رئيس الجمهورية على ما قام به من واجب وطني في كل الاتجاهات وفي حفظ الأمن والاستقرار وفي مخرجات الحوار الذي عمله. هناك قوى في الساحة تتصارع وهناك قوى لها مصالح تتجاذب الوطن وترفض مخرجات الحوار، وبالتالي هذا الحشد من أجل أن نقول لهذه القوى نحن هنا. يختلف هذا المهرجان عن المهرجانات والمسيرات التي شهدتها أمس الجمعة 21 من فبراير أنه مع الرئيس هادي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي كل قراراته دون شروط من شروط المماحكات السياسية. بالنسبة للهيئة هذه عملنا عليها من أكثر من 8 أشهر وليست يعني موازية أو ضد أي طرف، ولكنها تسعى لتثبيت الأمن والاستقرار داخل اليمن ودعم ومساندة لجهود القيادة السياسية مثلا فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. انتهى المهرجان في مسيرة انطلقت إلى أمام القصر الجمهوري تضم العديد من المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية مستقلة. محمد النقيب، حصاد السعيده.